بسم الله الرحمن الرحيم، صباح الخير عليكم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد. حبيت نشارك معكم البنات اليوم روتين تاعي العيد. رحت نخاف الموالية، حبيت نعرف لكم بالمنطقة تاعنا القبائلية. دونك ولا شفتوا الكوتي هذا اللي يعرفوا يكتب لي في لي كومونتير، شوفوا شحال شباب البنات. دونك كي خرجنا على بالكم مع الكونفينمون ما خرجوش بزاف، بروفيتينا دو جوغ تاع العيد سيتي الكونفينمون. بعد في لاسمان رحنا شفنا مي بارون، خديت الكاميرا تاعي، قلت لهم نخرجوهم شويه في الكوزينه نعرفكم بالمنطقه القبائليه. دونك لا بتيت كابيلي، شوفوا هذاك لي مونتان هذوك اللي يعرفوهم، قلت هذاك تاع توجا فريمون سي ان بليزير. لقيت تاع وطن فير بيان بوطون، طاحت لي لا كاميرا البنات معليش جو ميكسكوز با. دونك شوفوا قلت لكم نفلميكم شويه تشوفوا يعني منين تجيني لينيرجي هذاك على بالكم. صافي بليزير وحده هكذا يحوس شوية في لا ناتشر في الطبيعة تاعهم. دونك قلت نعرفها لكم، دي فوا ندير لكم بحر، دي فوا ندير لكم هكدا دي مونتان غابات. دونك باش تعرفوا شوية المنطقة القبائلية. ومن بعد البنات رجعت للدار ما كانش الكسرة، دونك بعد رمضان الي شاك جور نطيبو. هنايا البنات حبيت نعطيكم لي ميزور اكزاكت لي ما تعرفش دير الكسرة. دونك هاهوما قرون المنطقة القبائلية. دونك هنايا البنات درت 6 كيسان تاع سميد، السميد هذاك تاع نورمال لي نطيبو بيه الكسرة متوسطة. دونك درت 6 كيسان تاع سميد الكيس هذاك لي نشربو بيه الما. ديري لي ميزور لي تحبي، 2 معروف ماشي عامرين تاع الملح، نص معروف تاع السكر، شوية تاع الخميرة الفورية، شوية برك. دونك لا لوفور دو بولونجي فوالا باش تعطي لها الرطوبه. ومن بعد البنات خديت الكاس نحيو منها ان دوا، انا ما نحيتش هنايا ان دوا، جاني مطمن شويه مش بخيفات نحيو ان دوا، خاطر الكسره تاع الماكله ماشي كيما الكسره تاع القهوه. الكسره تاع الماكله ما لازمش تجي مطمنه مليح، دونك تبسيه مليح، دخلي سميد هذاك مع الزيت تخلطيه مليح باش تروحي تديري الماء هكذا يجي لك بيان. ومن بعد خديت نفس القياس تاع الكاس هذا، ديري 2 تاع الماء نحيلهم برك اندوا، ثاني نحيلهم اندوا. دونك الماء هذا كان لي درت دافي شويه ماشي بارد، دونك ديري 2 نحيلهم اندوا يجيلك الكسره تاعك بيان، ماشي بس مليح ماشي معمره بالماء. انا البنات الكيس اللي عطيته لكم باش ندير 2، انا كي نحط كيفاش نقولوا الكسره تاعي ندير 2 ندير 3، ما نحتاج باش ندير 1 خاطر البنات مليح طيبي وجمعي في المجمد. يعني اللي تقعد في الدار تقدر طيب شقشو، مي فو با طيب شقشو الكسره سينو وقتها تجوزو في الكوزينه. نحب ندير شغالات الاخرين البنات سوتو لي مومون هادو الكونفينمون ما نخدموش، دونك نطيب ونجمع كي نوليو الخدمه ان شاء الله يروح الميكروب هذا الفيروس هذا. عندي لا ريزيرف دونك هاولي شوفوا سي بور سا قلت لكم نقصولو شويه تاع الزيت، جاني مشقق شويه ما نحيتش من باتابونا خاطر ما نحبش نطول شويه، نحب اللي كي دي خديت الكرياج هذاك تاع لا كويزينيا درتو مع الدوزيام، حطيت سنيوه تاع كل يوم، خديت الالات هذه وبديت نطيب فيه حاجه سهله. انا نقول لكم البنات هاولي الكسره تاعي طابت تخي تخي بيان، وقفتها سي بون على بالكم البنات. مع الوقت لقيت بلي كي طيبي الكسره لي بروبليم تاعك يخلصوا. شوفوا شحال شباب جا مليح، واحد ناكلوه واحد نجمعوه في المجمد اون ديريكو كاش بيرسون لي عطاه ولاد. انا حبيت نشارك معكم بطاطا سوتي بالبصل سهله، كوبيتها لي بتيدي 1 كيلو، درت طاوة ندير واحد 5 مغارف تاع الزيت، ندير شويه تاع زبده نص مغرف تاع زبده، حتى البطاطا سوتي تحب شويه زبده مارغرين يعني يسخنوا تذوب الزبدة هذيك، ندير البطاطا هذيك. دونك حاجة سهلة البنات فوالا، درت البطاطا ما درتش عليها حاجة، ندير عليها لغطا تبدا تاخذ لي لاكولور باش نكملو نديرو. نحب نديرها بالبصل، البطاطا بالبصل تجي بنينة. خديت اوني شارلوط تاع هذا البصل الأحمر هذا على بالكم دوكا وقتو نحاو، درت عليها حبة تاع بصل، نرجع عليها لغطا نخليها شعلت لها مليح نخليها تطيب شوية واحد 5 دقائق برك لو طون البطاطا هذيك تحكم روحها. فوالا خديت هكدا مغرف لازم برك تكون
الطاوه تاعكم البنات ما تلصقش، الفو با ديرو في الطاوه اللي تلصق. دونك شوفوا نحرك به بسياسه برك، بلا عقل بلا عقل. فوالا بدات لي تاخذ لا كولور، البصل هذاك بدا يذبل شويه. دونك نروح لها اكوش ادروات، نروح لها بالعقل، هاوليك كيفاش نديرو البطاطا هذه. حتى كي حركتها نعاود نرجع ليها الخطا، ومن بعد باش نديرو عليها لي زيبيس. زدت لها هكذاك واحد 5 دقائق، يعني طيب 5 البنات ما تطورش. عبالكم بدات الدعوه تسخن، دونك الماكلات الاكلات هادو فريمون المومون تاعهم. درت نص بغرف تاع الملح، وانا نزيد عليها فلفل اسود ونزيد عليها فلفل احمر. هذا ما درت البنات فلفل احمر. فوالا نرجع نشوف شويه تاع فلفل احمر في لاكولور باش تجيني لاكولور هذيك شابه. فوالا فلفل احمر حلو يعني البنات، اللي تحب ديرو حار ديرو حار. دونك فوالا نخلط هادو، ندير عليهم الغطا. الفو با برك تخلطوها بزاف تاع بزاف مرات سينو تذوب لكم. دونك نزيد لها 5 دقائق ونوريها لكم في صحن التقديم. فوالا البنات البطاطا تاعي طابت، درت عليها المعدنوس، الكسره هذيك طابت، جات تخي تخي بيان سهله. هاوليك الكسره كيفاش جات. البطاطا هذيك تاني زيدو. من بعد باش نقدم البطاطا هذيك فكرت عندي شويه تاع الحب في الكونجيلاتور، دونك هذا سي لا فيون باشي تاع البولي. نحيتو بالكونجيلاتور، درتو هنايا 2 مغارف تاع زيت الزيتون، الملح، درت عليه الغطا، 5 دقائق ذابني. دونك حاجه سهله. ومن بعد رحت درت عليه شويه تاع الملح، درت عليه فلفل اسود، درت عليه شويه تاع فلفل احمر. كيف كيف قلت لكم 5 طاب ما طولش باسكو لا فيون باشي تي رابيدمون. نحرك هادو مليح، يدخل لي زيبيس هادو. فوالا تعطيلها اون بيل كولور. درت عليها شويه تاع المعدنوس تاني، ومن بعد جبت 4 حبات تاع البيض خاطر ما كانش بزاف تاع الحب باش يجي شويه يزيد هكذا شويه. درت 4 حبات تاع البيض قصتهم، ومن بعد درتهم مع هذا كيتي، حركتهم بمعروف. طاب البنات ما طولش دقيقه طاب وعجبهم فريمون الاولاد. درت عليها الغطا، فوالا يطيب نوريه لكم. دونك قلت لكم سي المومون تاع الاكلات الصيفيه هذيك، راهو لي كيف كيف قدمتو مع الكسره هذيك ومبتو مع البطاطا هذيك. دونك جابني زدت عليه المعدنوس. ان شاء الله برك تعجبكم الوصفه هذه، ولا ما فاتوش حاجه كتبوا لي في لي كومونتير. عليه ميرسي، اونفار.